عددت أنواع المكياج وطرق تطبيقه، ويبقى تحديد العينين أساس لابد منه في وضع المكياج. معنا اليوم أخصائي التجميل فيفيان الدلو لنطبق أصعب مراحل المكياج وهي الأيلاينر. الله يصبحك بالخير فيفيان. صباح الورد. طبعاً فيفيان نشيطة، يعني بلشت من أول حلقة تحطه. طبعاً شكراً لزميلتنا ديالا لمشاركتها. فيفيان عم بلشتي بالفونديشن. طبعاً إحنا نحكي على الأيلاينر اليوم. تأسيس من أصعب المواضيع بصراحة. صحيح، هو يعني عقدة الميك اب الأيلاينر. بس لحتى الأيلاينر يكون ناجح لازم نأسس الوجه أول، فلازم نحط الفاونديشن على الوجه. لازم نأسس العيون طبعا، هي أهم شيء. يعني تقدري تحطي الفاونديشن، تقدري تأسسي العيون بأنك تحطي كونسيلر على منطقة العين. هلأ الكونسيلر بيخلي الايلاينر ما يتحرك كثير وبيعمل تثبيت، وبخلينا نتحكم فيه اسهل، وبتتحكمي فيه اسهل كثير كثير. طبعا رح نحكي عن انواع كثير متعدده للايلاينر اليوم، لانه بنشوف احنا يعني حتى على مواقع التواصل الاجتماعي دائما بنفرجوا صور لصبايا بيحطوا الايلاينر. بتلاقي طرق مختلفه، في الكلاسيك، في الايلاينر اللي بيجي شوي على سموك، يعني بتلاقي حتى من تحت بيكونوا حاطين الوان. فأكيد رح نحكي إحنا كل صبية شو بيلبق لها، شو بيلبق لرسمة عيونها، لرسمة وجهها. مثلاً ديالا. صحيح، ديالا عيونها ديب سيت أكتر شوي، راب على بعض كمان. هلأ الأيلاينر كمان بالنسبة للعيون بيختلف، يعني صغيرة كبيرة، ديب سيت بعد عن بعض. هلأ ديالا ما بيلبق لها الأيلاينر إلا يكون رفيع. لما يكون الرفيع بضل عينها مبينة وبيعمل على توسيع العين. العيون اللي كتير كبيرة بنضطر إنه إحنا نخمل الأيلاينر أكتر، بيعطي بزغر العين شوي. هلأ كمان لما تكون العين ديب سيت هيك تعملي إنه أكتر إنه يكون رفيع، تسحبي لبرا شوي. نسحبه دغري ولا نسحبه لفوق؟ هلأ بالنسبة لديالا أكتر بنسحبه دغري أكتر لعينها، عشان نمد عينها تبين عيونها أبعد شوي. فإحنا بنطلع بالأيلاينر لبرا. هلأ فرجيكي كيف. هلأ طبعاً في أكتر من طريقة لحط الأيلاينر، وفي أكتر من الأيلاينر. في جل لاينر حسب الصبية إيش هي بترتاح، وفي الايلاينر السائل. بدي افرجي بس اكمن هيك طريقه للايلاينر البنات المبتدئين كثير اللي ما بيعرفوا. اكيد احنا بنعرف قديش صعب نتحكم، صعب كثير. هلا للناس المبتدئه مثلا بنعمل هيك، بتحطي نقطه على الوسط هون، على وسط العين، على وسط العين، كمان أوكي. نقطه هون على الوسط الثاني، وكمان نقطه هون. هلا ثلاث نقاط على العين، يعني كأنه بنقسم العين، كأنك بتقسمي العين بترسمي الايلاينر. هلا انا لاني مرتاحه شوي اكثر بحط الايلاينر، انا بعمل هيك، ببلش من النص على السريع وبمد الايلاينر، ببلش من الطرف وبمد الايلاينر. طبعا منيح ان نقسم العين عشان نربط النقاط، يعني اللي انت حطيتيهم نربطهم في بعض. بالضبط. هلا انت لما بدك تطلعي، هلا الناس اللي بتعمل ايلاينر دائما ما عندها مشكله فتحي ايديها لبيبيس شوي. هلا انا حطيت لها، فتحت لها اياها شوي لبرا العين. هلا هذه هي المعضله اللي البنات بيعانوا منها، اللي صح. كيف انه انت تمدي الايلاينر. في اكثر من طريقه. الطريقه السهله كمان في عنا هون كرت بنقدر نستخدمه، اكيد هذا حسابكم كرت البرنامج. هلا هي مثلا بتيجي انت بتطلعي على عينها، بتحطي مثلا طرف لنفرد كارت. انا بفضل حتى في بنات بيقدروا يستخدموا السكوتش تيب، السكوتش تيب العادي. صح. بس بتقدر تحطي هيك على ايدك شوي عشان ما يلزق، عشان ما يلزقش كثير، مرتين هيك على ايدك بعدين تيجي تحطيه. هلا انت الطريقه اللي انت بتحطي فيها على الجفن هذا اللي من تحت الخط الرموش ومع الحاجب، فانت بتمسكي خط رموش هون مع طرف الحاجب هيك. لما انت تمسكي هيك بتيجي بترسمي بعدين على الخط بالضبط هذا، بترسمي يعني من عند نهايه العين ونهايه الرم مع خط الشعر تبع العين من تحت مع نهايه الحاجب. فانت بتعملي، بتحطي السكوتش تيب او بتحطي كرت، بترسمي من هون. خليني افرجي بهي الطريقه. رح تستخدمي لا، هلا انا لنفرض انه الايلاينر العادي، هدي افرجي على العين بهذه الطريقه. لنفرض، معلش بدنا نوسخ بنرجع بنوضح. لنفرض انه هذا مش محطوط، بنيجي احنا بنرفع بهي الطريقه
بهي الطريقه. هذه اول خطوه قبل ما احنا نحط هذا. اول خطوه بنرفع قبل ما نحط النقاط وقبل كل شيء احنا بنرفع قبل اي شيء بتحطي الخط هذا اللي هو دغري. طبعا هون لما يكون انت حاطه يا اما كارت يا اما شيء فيو ميك شور انه الخط دغري. اكيد. هلا بعدين بتيجي بترسمي هذا الخط من هون بتمشي فيه بتطلعي بتطلعي فيه لهون، بصير هون في منطقة فاضية بتضطري انه انت تعبيها من هون لهون، بتصير تملي الفراغات بتعبيها على هواكي، ممكن تعمليها مقوسة او ممكن تعمليها دغري حسب رف الرفعة. هاي الأولى، هاي الأولى ممكن تكون هيك ممكن تكون لفوق، كل عين ايش بالبق لها. صح. هلا العيون الدروبي، في عيون بتكون هيك نازلة شوي او نعسانة او كذا، فهذه العين احسن انه ترفعي الايلاينر. انسب شيء انه نعمله معها، انسب شيء انه تعملي لفوق. فتحي ايدي على بليز. هلا لنفرض انه هي طلعت هيك. هلا انا لما بتطلع ما بحب هذا الفراغ يبين، غمضي بليز. الفراغ اللي بين الفراغ من هون لهون بيصير بين الطرفين، بين الطرفين، فانه بتقدري انت تخملي طبعا لدراماتيك لوك، لسهره، لطلعه، بتقدري انه انت بعدين نعرف هذا الفراغ. فتحي، نعرف قديش حلو الايلاينر لحاله. هلا هذا اعطاها لوك اكثر دراماتيك. طبعا الموضه انه انت اذا حطيتي ايلاينر خميل انه انت ما تعملي اي شادو غامق، انه تعملي تضلي بحدود الاي شادو الفاتح، يا اما الزهر البارد يا اما الابيض البارد البيج، بتخلي العين اكثر كلين لوك مع الايلاينر. تحديد بتبيني الايلاينر، بتبيني العين وبتشتغلي على الشفاف، يعني الشفاف بيكونوا اكثر احمر، اجمل لوكي اللوك الفرنسي، هو هذا الكلاسيك اللي بلش اللي هو الليبستيك الاحمر احمر مع الايلاينر القوي اللي هو بيعطي يعني لوك كتير شارب وحلو. هلا في شغله مهمه كتير انه الايلاينر كمان بيعمل على تصغير العين اذا ما نحطش بطريقه مضبوطه. يعني هلا الايلاينر انا بفضل دائما انه ينحط من فوق، من تحت ما ينحط بالمره. اذا انت حطيتي ايلاينر من فوق كله وجيتي حطيتي الايلاينر من تحت، بتصير العين بتبطل تبين العين، بصير الفوكس اكثر على الايلاينر، بتشوفي دائره حوالين العين، بتبطل تشوفي العين. صح. هلا هاي الطريقه انت بتشوفي العين، انت بتقدري بعدين باي شادو خفيف بانجل برش زي هيك، واي شادو خفيف يكون غامق بتقدري طلعي فوق بليز، بتقدري انه انت تحددي هاي العين عشان كمان العين ما تكون كثير نعطي اللمسه صغيره على العين من تحت. بالضبط، بتكون بتعطي بالانس بين فوق وتحت. بس احنا بنلاحظ انه مثلا اللي عيونهم او رموشهم كثاف حلو يحط الايلاينر من فوق ويعملوا يعني زي ما انت هلا سويتي بالفرشاه من تحت، بس في مثلا الاجانب معظمهم بيكون ما عندهم رموش كثير او عينيهم بيكونوا فاتحين، فبتلاقي خلص الايلاينر لحاله بيكون كفايه بغطي. هلا اذا طلع مناسبه، طبعا الكل هلا عم بيستخدم رموش اصطناعيه، اكيد بتقدر انها تحط بتعطي لوك، اذا بالليل بيعطي لوك كثير حلو. اذا ما في رموش كثيفه، في تكنيك انا بحبه اللي هو لنفرض انه انت، انا بفضل الجل لاينر، لنفرض انه انت بتستخدمي الجل لاينر بتحطيه على الفرشاي، بتمسكي العين، خلينا نشتغل على هاي العين اكثر. بتمسكي الجفن من هون، فتحي شوي ديالا بليز، بتيجي انت على المنطقه هاي بتغمقي كل تحت العين. لما تغمقي كل 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 هاي المنطقه، يعني انت حطيتي تحت الجفن، تحت الجفن بيعطي لوك انه انت عندك رموش وفي كثافه وفي سواد. خدعه بصريه، يلا ان شاء الله ما يكون في شباب عم بيحضرونا هلا ويعرفوا كل اسرارنا. فتغميق تحت الشعر هذا بيعطي كثافه للشعر، فبيبين انه في رموش اكثر يعني. وطبعا تكنيك المسكارا على البنات اللي انا كمان بدي احكي اللي ما عندهم رموش كثير كثير، لما تعملي المسكارا لنفرض طلعي تحت بليز، احنا بنعمل بهاي الطريقه، انا بشتغل المسكارا على الاطراف وبعدين ان انت عم بتدعبي الرموش اكثر فبتعطيهم كثافه لما انت تعملي هيك. صح. بعدين هو طبعا هي تعويض طرق وضع المسكارا يعني، وبتفرق بين صبيه وصبيه، كل وحده اكيد هي بتعرف صحيح شكلها، بتعرف رموشها، بتعرف شو الانسب لها. صحيح. بس انت بهالطريقه كانهم رموشها ملزقين طلعوا يعني، كل رمش هيك، كل رمش هو بيطلع لحاله. هلا هي بس شوي كان في مسكارا على عيون ديالا فمش مرتاحين كثير، بس
لما انت تعملي هيك بالرموش يعني بتحركيهم بتخلقي السواد هذا بين كل رمش ورمش فبيصير كثافه اكثر. يعني بتعطي المسكارا حقها بهاي طبعا بفضلش انه احنا نحط مسكارا كثيفه لما نحط الايلاينر، كمان انه نحط مسكارا كثيفه تحت العين يضل المنطقه خفيفه وتضل مفتوحه لنعطي التركيز كله على التركيز على الايلاينر ببين اكثر. حلو، وهلا رح تحطي لها لبسك احمر. بنحط لها لبسك احمر بنخلص اللوك. احنا ما عملناش كتير لديالا، مش مشكله لديالا، احنا بدنا نحكي اكثر نعملها بعد بعد الحلقه خلص وعدناها. طبعا اللبستك الاحمر هو الجمال، هو اللي بيمشي مع جماليته مع الايلاينر، هو اجمل لوك يعني. وبنعرف كمان اللبسك الاحمر في له درجات، وطبعا كل لون بشره بيلبق لها درجه معينه من اللبسك الاحمر، مش الكل بتماشى، مش الكل. البشره السمراويه بيلبق لها اكثر الاحمر على اورنج اكثر، اللي ما فيه البلو تونز. البلو تونز اللي هي الاحمر اللي ضارب شوي بيكون على غامق على خمري يعني. على خمري اكثر بيلبق للبشرات الافتح مش البشرة السمراوية. طبعا هذا اللوك يعني فيها انه تحط هيك ايلاينر وتحط حمرة يعني بارزة فيها تطلع فيها مناسبة طبعا، يعني اجمل الدراكة. اجمل لوكس يعني. هلا اذا طلعتي على هوليوود ستارز حتى صح زي مارلين مونرو وكل هذا يعني التركيز على الشفاف، انه شفاف حمراء وايلاينر ممدود بكفي كثير وبعطي لوك كثير حلو جذاب. صح ماشي هذا اللوك بوقت، هذا اللوك ما بيروح موضته يعني. اللوك هذا كلاسيك ابدا ما بتروح الموضه منه. في اقبال بس كمان من الصبايا يعني عليه، ولا الصبايا بفضلوا يعملوا سموكي ايز على المناسبات؟ لا في اقبال على الايلاينر كثير، لانه في ناس كثير بيعانوا من طريقه وضعه. بس طبعا يعني هو انا بحس احتراف يعني اللي بيعرف يحط هو الايلاينر كثير حلو وبيعطي جاذبيه للعين خصوصا وبحدد العين يعني، بحدد العين وبوسعها أكيد. هلا بس كمان في شغله انه العيون اللي كثير يعني انت بتتحكمي بالايلاينر كيف انه انت بترسمي العين فيه. يعني مثلا لديالا ممنوع نحط الايلاينر هون، عارفه البنات اللي بيعملوا اللوك هذه السبعه اللي لجوا، اذا انت عملتي الايلاينر ومديتيه لهون ايش بيعمل؟ بضم عينيها اكثر. صح، واحنا حكينا باول حلقه انه عينينا بدنا نوسع، بدنا نوسعهم لنسحبهم لبرا، فالتركيز لازم يكون من المنطقه هاي لبرا لحتى بيسحب اللوك اكثر لبرا. وفي بحالات نقدر نحط الايلاينر مش من اول العين، نقدر نحطه بس من الوسط للطرف بالضبط يعني. للعيون كمان الصغيره اكثر، انه احنا بنحط من نص العين لبرا كمان بيعمل لوك احلى. شوف صار عندي فضول اشوف، يا سلام. هلا في ناس كمان عيونها جاهزه كثير، العيون وسيعه وبارزه كثير تركيز الايلاينر لازم يكون يعني اخمل وبدون ما انه نحط احنا تحت العين، لانه عشان اذا حطيتي شوي من حجم العين بالضبط، اذا حطيتي فوق كثير وحطيتي تحت العين بتبين كثير جاهزه اكثر. بنخفف تحت كثير، بنركز على مسكارا خفيفه وبنحط الايلاينر عريض بياكل شوي من العين. وانا بفضل انه نغمق شوي بالاي شادو عند الحفه عند العظمه عند الكريس بنحط انه شوي اغمق فبعطي لوك اهدى عشان تدخل بالعين. شوي العين العين بالضبط بتبين انها هي اهدى كثير. يعني افشينا كل اسرار البنات اليوم. يعني ما خلينا ولا سر يعني. طبعا الايلاينر الحلو فيه انه البيس دائما ممكن يكون بيج او ابيض زي ما حكيت، جماليته زي ما حكيت الالوان اللي زي هدول، هاي الالوان الفواتح اللي صح. هي هاي اكثر شيء بيطلع حلو مع عشان تبرزه يعني، بتبرزه بس بنفس الوقت لازم تضوي العين وتحطي لها يعني لون فاتح لحتى انه الايلاينر لحاله على السكن مباشره ما بيطلع حلو، وكمان اذا عرق بيسحل بيسحل وبيصير بيعمل مشاكل كمان أكثر. كثير الايلاينرز الالوان، بتنصحي انه الصبايا يستخدموا مثلا الملونه او الالوان البني يعني النيلي؟ في موضه في موضه يعني حسب يعني، بس في مش بنات مع حمرة حمرة. طبعا اللي بدها تحط لون معين بده يكون الشفاف اكثر نيود،
هلا حسب جرأة البنت، يعني في بنات جريئة يعني بتقدر تحط، في شفنا صور في فوسفوري وفي طالع موضة، طالع موضة، بس لا أنا يعني بميل للأسود أكثر، بضل كلاسيك خصوصا إذا أنت رايحة مناسبة. إلى الألوان لبنت جامعة رايحة تحط لون يعني حلو، مش عاطل يعني، بس انه ما تعجق العيون والتم مع بعض. صح. يعني هذا اهم شيء انه يعمل تناغم بين العيون. اذا قوينا العيون كثير كثير لازم نخفف بال يلا ليش استحيت يعني غمضي بليز يلا ايديالا ساعة بنعمل شعراتها ساعة بنعمل مكياجها. طبعا سحبة الايلاينر كمان بتعتمد، كمان في الميك اب الايلاينر المفتوح طبعا للعيون الصغيره كمان. حلو كثير وبيعمل على توسيع العين اكيد. في طرق مختلفه يعني للايلاينر غمضي بليز طبعا لانها ديب سيت، كل ما بتفتح عيونها بيجي الايلاينر لفوق. عشان هيك انه لازم تصبر انها هي تضل مسكره عينها، تعطي وقت لحتى ينشف. هلا احنا بنحكي على طبعا هيك الفاينل لوك يعني احنا اليوم سوينا، يعني ركزنا بس انه على وضع الايلاينر لحتى. صحيح احنا حكينا تبس بشكل عام يعني لكل الصبايا، واكيد كل واحده بتعرف شكلها يعني كل واحده حسب شكل عينها بتشتغل. وكمان في شغله مهمه، مرات اذا بتحطي الماسكارا وبعدين اذا انت قدرتي انه انت ترسمي الايلاينر بتشوفي فتحه العين بتختلف. يعني ممكن انه انت انا بفضل انه تحطي الايلاينر بعدين تحطي الماسكارا، بس كمان احيانا تختلف العين، فانت بدك تحفظي كيف عينك لما تحطي ماسكارا تكوني حافظه أكيد كيف بتفتح العين، فممكن تعليه اكثر وتعرفي انه لما تحطي ماسكارا عيونك بتفتح اكثر. صح. فهي لازم امور تراعيها كمان. يعني فيفيان بحب اشكرك طبعا، انت دائما بتعطينا هيك نصائح جماليه قيمه، وشكرا ديالا. شكرا ديالا حبيبتي. شكرا فيفيان. واكيد انا بتمنى الصبايا يكونوا استفادوا من هاي النصائح القيمه. ومشاهدينا يعني احنا وصلنا لختام فقراتنا اليوميه، طبعا شكرا على متابعتكم المستمره، وانتظرونا احنا معكم كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه. نهاركم سعيد.